وأن موصي الأخوة المشاركين. نتمنى إن شاء الله كل ما هو جميل وأنا في هذا العالم المميز، هذا العالم الموفق المسك عبيدنا سلطان بن رشيد الاجتبي ما شاء الله حاضر ومتابع لهذه الانطلاقات. نجود عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الاجتبي، وهناك شاهينية عبد الله بن أحمد بن عبيد بن خليف بالساحر الاجتبي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع يلا يا بن حليس يلا يا راعي وعد خميس بن حليس بن سالم الهاشمي في هذا الدخول الجميل، هذا الدخول المميز ما شاء الله، كوكبه من الابكار، كوكبه من الابكار اللي سيطر على المركز الاول. ونجود قائده لهذه المسيره، قائده لهذا الانطلاق الجميل، قائده لهذا الانطلاق الموفق ما شاء الله عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الاجتبي ما شاء الله حاضر ومتابع هذه الانطلاقات الجميلة ما شاء الله. يلا يا وعد يلا يا وعد يلا يا خميس يا بن حليس يا بن سالم يا الهاشمي، عطني جديدك عطني جديدك ما شاء الله، عطني عنوان هذا الفوز. الله يا وعد الله يا وعد، ولكن بن حلوة مع امواج سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة قادم، ولكن وعد خلاص خلاص ما شاء الله تبارك الرحمن. يا خميس ويا سعيد يا بن حليس يا الهاشمي على هذا الاداء الجميل، هذا الاداء المميز اللي تقدمه ما شاء الله. وعد الاسبوع الماضي تقريبا خذت مركز جميل، مركز مميز كان دخولها، ولكن وعدتنا بأن هذا الأسبوع تتحسن من أدائها الجميل، ولكن طبعا بقيادة مضمرها خميس، بقيادة متابعها خميس، بقيادة المحترف خميس ما شاء الله تبارك الرحمن. سلامي عليكم يا بن حليس، سلامي عليكم يا الهواشم كافة ما شاء الله على هذا الأداء واللي تقدمه. وعد خميس بن حليس بن سالم الهاشمي هاي لحظات وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوه، المركز الثالث هناك مطر بن علي بن واس، المركز الرابع عبد الله بن المر بن حلوه، المركز الخامس عبد الله بن احمد بن عبيد بن خليفه الساحر. التوقيت الزمني اشوف 4 دقائق 32 ثانيه 92 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس.